السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن ثلاث طرق أو ثلاث أكلات لزيادة إنتاج البيض. جربوا الطرق دي وهتدعولنا بإذن الله، لأنها طرق مجربة وياما شفنا تأثيرها الإيجابي على صحة الطيور وعلى إنتاجية الطيور وإنتاجية الطيور من البيض أو إنتاجية الطيور بشكل عام. لو حضرتك عايز توجه الأكلات دي لأي نوع تاني من الإنتاج سواء التسمين أو غيره، لكن بشكل أساسي هي بتزود إنتاج البيض. الثلاث طرق أو الثلاث أكلات دول فعالين جدا مع الطيور بتاعتك سواء كانت فراخ أو غير فراخ، بس هم موجهين بشكل أساسي برضو للفراخ البياضة علشان نزود إنتاجية البيض. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. النهاردة جايين نتكلم عن أكلات معينة، وأول أكلة معانا يا جماعة الخير هي أوراق الملفوف أو الكرومب. دي أكلة طبيعية جدا وبتزود إنتاج البيض بشكل كبير جدا جدا جدا. خد بالك ان انت ممكن حضرتك تروح تقدم مكملات غذائية، ممكن تشتري ادوية بيطرية، ممكن تقعد تدور في مصادر كتيرة عن اي حاجة تعزز صحة الطائر علشان خاطر تزود الانتاج، رغم انك ممكن تعمل ده بشكل طبيعي وفطري وبدون ما تصرف مصاريف كتيرة عن طريق استخدام اكلات طبيعية مؤثرة في الانتاجية. ومن اهم الاكلات دي هي الكرومب او اوراق الملفوف، لان تأثير الاكلة دي تأثير ساحر جدا. تقدر تقول ان هي اقوى خضار او اقوى نبات متواجد في الاسواق بالنسبة لسعره، هيدي لك تأثير كبير على الانتاجية. وحط مليون خط تحت كلمة بالنسبة لسعره، لان انت لما بتبحث عن زيادة الانتاج في اكلات كتيرة جدا ممكن تكون اقوى من اوراق الكرومب، بس في نفس الوقت سعرها اضعاف 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 اوراق الكرومب، فمش من المنطقي ان احنا نجيبها. يعني انا ممكن اقول لك تزود انتاج البيض بالكافيار، الكافيار ده بالدولارات وبالاف الدولارات، لكن انا بكلمك عن ايه؟ بكلمك عن اكلة في المتناول، في المتناول تديك انتاجية كبيرة جدا من البيض وفي نفس الوقت ما تصرفش عليها كتير. طب اوراق الكرومب ده ليه رخيص كده؟ لان حضرتك بمنتهى البساطة ممكن تتحصل عليه من بياع الكرومب، لان دي البواقي بتاعة الكرومب مش الكرومب نفسه. ده حتى الكرومب نفسه رخيص، بس انا ما بقولكش اشتري الكرومب نفسه، انا بقولك اشتري ايه؟ البقايا. البقايا دي ممكن تشتريها في نص اليوم كده، تروح لبياع الكرومب تقول له انا عايز اوراق الكرومب المتساقطة دي احطها في شوال، تمام، جمعها لي في شوال وهشتريها منك، لانه كده او كده بيسيبها ويمشي، لانه مش هيعرف يبيعها الا لواحد عنده طيور في البيت. فحضرتك بتاخد شوال كده من السوق اللي جنبك قريب من بيتك، تمام، وتملاه باوراق الكرومب الطبيعية جدا، وهتقعد معاك فترة طويلة على حسب ما هتاخد. هتملى الشوال ده بخمسة بعشرة جنيه بالكتير جدا، وهتكون وفرت خضروات مفيدة بالنسبة للطيور تأثيرها فعال وكبير جدا على انتاجية البيض، تمام. فاحنا مش هنقدم بقى ادوية ولا مكملات غذائية، احنا هنقدم الاكلات دي. في برضو اكلة مهمة جدا وهي الطماطم بالبصل مفرومين مع بعض. دي برضو من الاكلات المهمة جدا في زيادة انتاج البيض. البصل مضاد حيوي وبيظبط الهرمونات وبيظبط صحة الطائر بشكل عام، وبيخلي الطائر عنده شهية كبيرة جدا لتناول اي اكلة من الاكلات. حط للطائر كده اي اكلة هتلاقيه بياكلها لو انت حطت عليها بصل، تمام. زائد انه مليان بالالياف اللي بتساعد على الهضم، زائد انه بيرفع خصوبة الطائر وبيخلي الدم يتدفق بشكل طبيعي. واهم ميزة من وجهة نظري هي موضوع تظبيط الهرمونات، لان الهرمونات بتاعة الطائر لو حضرتك ما انتبهتش ليها هتقلل انتاجية البيض بشكل كبير جدا جدا جدا. هتخلي الطائر بتاعك ما عندوش القدرة ولا الامكانية ان هو ينتج بيض او يكون بيض، تمام. يعني انت كل ما عليك بس ان انت ايه تحط البصل ده في الروتين بتاع الطيور، تمام، الروتين بتاع الطيور بشكل عام، انت بعيدا عن كمان خلطه بالطماطم. انما بقى خلطه بالطماطم فهتكون دي خلطة جبارة جدا في زيادة انتاج البيض، تستحق انها يتقال عليها جبارة، لان بالاضافة الى فوائد البصل دي كلها انت بتحط طماطم عليها، والطماطم مليانة بالاملاح المعدنية المهمة جدا للطائر،
بدل ما تروح تشتري الأملاح المعدنية، عليك بإيه تروح تشتري الأملاح المعدنية؟ لا، أنت تروح بشكل مباشر تخلط الأملاح المعدنية دي بالبصل، تمام؟ تخلط الطماطم يعني بالبصل، يبقى أنت كده عملت ميكس قوي ومزيج قوي بين أملاح معدنية وفيتامينات وألياف والمادة الفعالة اللي في البصل اللي هي تعتبر مضاد حيوي، كل ده موجود في أكلة. ما بقولكش تقدمها كل يوم طبعا، ولكن حتى لو هتقدمها كل يوم فأنت بتقدمها بكمية قليلة، اللي هو أنت هتفرم شوية طماطم وبصل على بواقي الأكل وخلصت. خلصت، هتفرم شوية طماطم وبصل على بواقي الأكل بتقدمها في الليل، أنت كده اديت للطائر كنز كبير جدا هيساعد في زيادة إنتاج البيض. اخر حاجه بقى واخر خلطه معانا وهي الشامي والعلف، ولكن باعتدال باعتدال، خد بالك يعني حضرتك مش هتروح تقدم الشامي والعلف بكميات كبيره، لا حضرتك هتروح تقدم الشامي والعلف بكميات معتدله. كميات معتدله يعني ايه؟ يعني هتوفر للطائر الكميه اللي محتاج لها من البروتين او من الكربوهيدرات، ما تكترش ابدا من الشامي والعلف، لان تاثيرهم على الطائر بتاعك تاثير يعني ايجابي لو اديت الكميه على القد، وسلبي لو كترت من الكميه. تمام، هيبقى ايجابي لو اديت الكميه على القد، وسلبي لو كترت من الكميه. فحضرتك بشكل مباشر تقدم برضو الشامي والعلف باعتدال. خد بالك انه من ضمن الاكلات المهمه برضو، ودي اضافه زياده على الثلاث اكلات بتاعه النهارده، هي التوم. التوم برضو من المواد الفعاله والقويه زي البصل كده، ممكن تضيفه على الطماطم برضو، تطحنه على الطماطم لكن بكميات قليله. على فكرة الأكلات اللي بنقدمها بكميات قليلة التوم منها، قدم التوم برضو يعني 3 فصوص لو عندك 20 طائر مثلا، تطحنهم مع حبيتين طماطم وخلصت على كده، تحطهم على بواقي الأكل بتاعت الطيور، هتلاقي على طول ايه التأثير ايجابي جدا، فتح شهية، هضم، زيادة انتاج، زيادة خصوبة، ضبط الدورة الدموية، مناعة، مقاومة امراض، علاج امراض كثيرة، فوائد كثيرة جدا هتلاقيها في الخلطات والأكلات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. القصد انك باي طريقة ممكن تلاقي اكلات عندك في البيت مش مكلفة، وتستخدمها وتستفيد بيها استفادة كبيرة جدا جدا لو انت عايز. لو انت عايز، حط مليون خط تحت كلمة لو انت عايز، يعني الموضوع في ايدك، متواجد عندك في البيت، ومش هتصرف عليه فلوس كتيرة، لكن هتاخد في المقابل فوائد كبيرة جدا جدا للطيور بتاعتك، مش بس زيادة انتاج بيض، وانما فوائد كتيرة احنا ما عندناش وقت حتى ان احنا نحصرها في الفيديو ونحصدها كلها، لانه فعلا كتيرة والاكلات كتيرة وكلها مفيدة للطيور بتاعتنا. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.